اكيد عرف. وليه يا ترى؟ قال له شي لعاصي؟ اكيد رح يقول له. عياش ما بيخبي شي عليه. يا ربي شو اعمل شو اعمل؟ ولا عم تعملي لي حاجه ومعشوق؟ عم تركبي لي رولو ليه؟ لك الحق مو عليكي، الحق على ابوكي. ابوك اللي ما خنقك وذبحك ورباكي. اذا انا اللي حموتك رح اخليك بايدي هدول. الحق على ابوك. ابوك اللي ما ذبحك وموتك مثل حد ذبحك ايدي هدول. سناء شو بكي؟ ما بكي. لك شو في شو في؟ ما في اخي اخي ما في. امك نايمه؟ لا 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 فوت لعندها فوت لعندها. انا بساوي لك لقمه اكل. صباح الخير امي. صباح الخيرات. شو بك لك امي؟ ما في شيء ما في شيء. عاصم انا امك وبعرفك منيح. بعرف انت بتكون مبسوط وانت زعلان، انت مهموم وانت فرحان. شو بك؟ شفت انه فيك شيء. اذا كان عياش عرف مين انا فاكيد ما جاب سير العاصي، لانه كان عاصي تصرف غير هذا التصرف. لا لا لا، على الاغلب عياش ما عرف، يعني كان اتصل حكى اي شيء. ويك مامي بترك يسرا، ما عم صدق. هذا حلم بالنسبه لي، واخيرا جاي اشوف محمود. رح روح شوفه. استني اهدي شوي، انا بصراحه بخاف من ردات فعله. لا تخافي، انا المهم شوفه وحاكي، وبعدها شو ما بده يعمل. سوسن انتي الي كثير مشايفتي، يعني محمود كتير متغير. كيف يعني متغير؟ معقول بطل يحبني؟ لا لا ابدا مو هيك، بس هلا المهم ما تقربي عليه مشانك. طيب بس هو اكيد بيحبني ما؟ كثير. فيني اشوفه هلا؟ يلا تعال. شو اشتاق لريحتك. انا كثير اشتقت لك محمود. اسمي لما تقولي محمود. لف خليني اشوفك. سوسن انت اعطيتيني يامن جاهزه لحتى ما تكسري لي اياه مره ثانيه. شو عم تحكي انت؟ انا بحبك كثير محمود، بحبك. يعني مستعده ما تكسري لي قلبي؟ محمود ما عم تفهمش، يعني انا بحبك؟ حاج تحكي هيك؟ خليني اشوفك. متأكدة؟ ايه متأكدة. اوه
انت وعدتيني ما تكسري قلبي. انا اسفه محمود بس ليش هيك صاير فيك؟ شو هاد؟ بعتذر محمود والله مو بقصدي، انا كثير بحبك. طلعي انا برا سلسل تعي محمود، انا كثير بحبك ان شاء الله سامحني محمود، انا كثير بحبك كثير. بس طلعي انا برا.